سلام، أنا ياسمين، واليوم بنتعلم طريقة تنفس اسمها الـ OJE Breathing، أو بعض المرات نسميها الـ Ocean Breath، أو Whispering Breath، أو Snake Breath. راح تعرفون ليش نسميها هذه الأسامي كلها. أوكي، get yourself ready and hop into your mat and let's do this together. أول شيء بنتكلم عنه إنه شنو فوائد هذا النوع من البريذنج اللي هو الأوجاي بريث. فوائد هذا النوع من البريذنج، أول شيء يجيبكم to center، يعني يزيد الconcentration عندكم. This is one. Two, it gives you a calming effect. شنو يعني؟ It releases anxiety، يعني يوخر القلق اللحظي، مو إلى الأبد، ولكن إذا استمرينا بالممارسة بإذن الله تعالى، طبعاً مع أشياء ثانية نسويها بحياتنا يوخر القلق نهائياً. أوكي، متى نسوي الأوجاي بريذنج؟ Usually when we do a yoga flow، لما نكون بكلاس يوغا and we're doing the flow، نستخدم الأوجاي بريث لأنه يجيبنا back to center، لأنه it's a concentration a breath. أوكي، so هذا النوع من البريذنج بيسكلي تتنفسون من بلعومكم انزين وراح تسمعونه. اول شيء شنو نسوي؟ في حركه ابيكم تسوونها كلكم معايا الحين. Take a deep breath in through the nose and exhale through the mouth. خلينا نسويها مع بعض. So ابيكم تطلعون صوت الها انزين. يلا let's go. مو بس أبطل حلجي وقط النفس، أسوي الصوت. Let's go. Again. إنزين. الحين أبي أعلمكم طريقة شلون تسوون هذا النفس، اللي هو لما يطلع الصوت والصوت يكون من هني تحسونه، راح تحسونه. أوكي؟ تعرفون لما تكون قدامكم جامة وتبون تسوون عليها ضباب؟ بالضبط نفس الشيء. تخيلوا ان كف الايد هو الجامة اللي تبون تسوون عليها ضباب. اوكي؟ يلا الحين ناخذ نفس عميق ونسوي الهواء. عفية. Again. One more time. نرسم قلب الحب. Beautiful. الحين أوجاي breathing ما نتنفس وحلجنا نبطل، نتنفس مع الحلج يكون مسكر. Your mouth is closed. So it goes like this. انزين ياسمين ما أعرف شلون أسوي كذي. نفس الشيء، كنا الجامة قدام إيدكم بتسوون عليها نفس. أوكي؟ فخلنا نجرب نسوي نص يعني نسوي الاكسهيل half mouth open and half mouth closed. Yeah, so it goes like this. للحين النفس قاعد يطلع وللحين الصوت موجود، يعني nothing has changed، بس ان انا سكرت الحلج. Okay, so again الشهيق من الخشم. Wonderful. Again. You're doing very good. Let's do this one last time. Wonderful. قمت بقول عروض ريجي لأن it's basically here. You will feel it here. إنزين. خلنا نسوي الحين النفس مع بعض، بس نحاول إن the mouth is always closed. So this is your technique for your OJE. Yeah.
Let's do this, guys, together. So we go. هني ضغطتها، أوكي؟ هني أنا ضغطتها عشان يطلع الهواء. تحسون we created stress, yeah? Let's do it again. One more شهيق خشم. اكسهيل او جاي نايس وندرفل جايز. سو كتبوا لي بالتعليق هل ضبطتوها ولا ما ضبطتوها. اذا تبون تجربونها مره ثانيه بليز ردوا شوفوا الفيديو مره ثانيه. وعندكم اي سؤال ask me down in the comments. سلام.